مساء الخير. احنا على وشك قلبة رقم في النتيجة، السبعة هتتقلب وتيجي التمانية مكانها، وانا مالي؟ لا مالك طبعا. في نهايات الاشياء دايما محاسبة ومراجعة. حد قيم نفسه خلال السنة اللي فاتت؟ انجز ايه؟ اخفق في ايه؟ ولا هتعدي الايام كده زي كرات السبحة بدون فواصل، اولها يعني زي اخرها؟ مش منطقي. ولان انا مش بتوع تنظير، انا بدات بنفسي انا شخصيا. لما بصيت على السنه اللي عدت دي ووصلنا لاخرها تقريبا، لقيت اني مقصره في حق عيلتي الكبيره. الايام بتجري ما بين شغلي المونتاج، جري التصوير، وما بين عيالي اللي سحلني معاهم، وبالعافيه بقيت بشوف امي وابويا واخواتي. طب وبقيت عيلتي؟ وصل الحال بينا ان ولادنا في العيلة ما يعرفوش بعض. لو اتقابلوا في مكان صدفة وهما بينهم وبين بعض رحم ودم، ما يعرفوش بعض. لما بصيت قد ايه المسافة كبرت وابتعدت بيني وبينهم، مسكت موبايلي عملت جروب لأقرب أربع بنات خالاتي، كنا طول عمري الأقرب هما ليا. كان هدف الجروب فضفضة ستات بينهم تاريخ والأهم بينهم دم. يا دوب أطلقت الجروب وبدأت أبعت عليه صوري وفيديوهاتي وتسجيل صوت ليا والأحداث اليومية وأنا غشهم، وإذا بيهم يفاجئوني. كل كام يوم يطلبوا مني أدخل ناس تانية من العيلة، وابتديت أدخل شخص ورا التاني في الجروب، وكل ما حد يدخل يطلب يدخل اللي حواليه من نفس العيلة. النهاردة عدى على إطلاق الجروب ده تقريبا شهرين، بس تحول لحضن كبير ليا ولعيلتي. ما تتخيلوش الجروب ده أنا ببقى فرحانة قد إيه بالتواصل عليه. النهاردة أنا لو مت بكرة كلهم هيعرفوا في نفس اليوم. لو حد فيهم فرح هشاركه في لحظتها. حضن العيلة ده هو الحضن الحقيقي الوحيد ليك، هو السند، لأن حضن مربوط بالدم بالرحم. مش أنا لوحدي اللي فكرت في لم شم عيلتي، في غيري فكر بنفس الطريقة، في غيري كتير محتاج دفع حضن عيلته. ولأن لينا مسؤولية اجتماعية مش في مصر بس، احنا بيتفرج علينا كل سكان المنطقة، وبيمتد مشاهداتنا لكل متحدثين العربي في كل مكان على الأرض. احنا هنحاول الحلقة دي نجمع ونرقب صدع الأسر اللي تفتتت بعوامل الزمن وقبل الزمن بسبب البشر وتصرفاتهم.